قبل ما ارحب بضيفي العزيز والغالي استغربت حاجتين بمنتهى الامانه، حاجتين يعني. الحاجه الاولانيه برضو اخدته من كلام الرئيس اللي هو موضوع انه احنا كمصريين او تحديدا كمصريات بنستورد ميك اب ب 500 مليون دولار، بنص مليار، تخيلوا الرقم خضني. فقلت طيب نشوف الموضوع ده حقيقي ولا كلام دخلت وعملت سيرش وبتاع. طبعا في دول تانية زي ما بعض الاصدقاء ردوا عليا لما كتبت ده بيصرفوا اكتر، لكن احنا كمصريين ده احنا الجمال الفرعوني كله، واحنا ليه الكم ده خاصة في ظروفنا الاقتصادية الصعبة. طب هو السؤال الاهم، ليه ما نصنعش الكلام ده؟ يعني احنا كمذيعين وفي شغلنا لما كنا بنعمل فن يعني بيحطوا لنا ميك اب على وشنا، حتى احنا كرجاله. انا بطلت الكلام ده لاسباب، قلت لا وشي يعني، انما يصل الرقم لنص مليار دولار رقم صعب جدا. ولما كتبت ده جات ردود بعض الناس اللي انا بحترمهم وبحبهم قوي، منها الطريف ومنها برضه اللي عنده اقناع. تعالوا نشوف مع بعض كده ونسمع قالوا ايه. كتب الإعلامي ورئيس تحرير موقع الجمهورية الجديدة 24 جمعة قابيل على حسابه الشخصي على فيسبوك سؤال خاص للسيدات: لما نستورد أدوات تجميل بنص مليار دولار سنوياً ده معناه إيه؟ وكانت الإجابات كالآتي: قالت الأستاذة مي مجدي: معناه إن ربنا خلق الست بتحب تتجمل، وطبعاً أنا أقصد لزوجها وبيتها، وإن دي حاجة في الجينات. وقالت الفنانة القديرة سحر نوح: طبيعي، لأن أدوات التجميل مش بس مكياج، هي مستلزمات نظافة وكريمات وشامبوهات وزيوت، ده غير علاجات البشرة اللي بتدخل تحت البند ده. أما الإعلامي عبد الحميد متولي فقال: على فكرة ممكن يكون 90% من الأدوات دي لأعمال الميديا، الأفلام والمسلسلات والبرامج. وقالت الكاتبة أميمة تمام: سياسة استهلاكية فرضتها علينا العولمة على كل العالم الثالث. وقال الفنان سامح أبو الغار: خلاص إحنا نسمح بكل حاجة مع الروج والمسكرة والأيلاينر. والأستاذ الدكتور خالد بهجت قال: طيب بدلاً من استيراد أدوات تجميل الأفضل إننا نصنعها عندنا، بل ونصدرها أيضاً. وقالت الأستاذة أمينة خليل: من فترة ليست بعيدة كان استخدام السيدات لمنتجات اسمه والشبراويشي، وكانت منتجات جميلة جداً، ولكن انتثار الأيدي العاملة سبب استيراد أي سلعة مش متوفرة. وقال المهندس علاء صلاح: والنص مليار دولار هو ده اللي هيخلي البلد تقع؟ وقالت الأستاذة حنان غانم: عشان إحنا حلوين بزيادة مثلا. وقال الأستاذ خالد عبد الواحد: عدد الإناث في مصر تخطى 51 مليون نسمة، هنشيل الأطفال والعجائز، هنفترض إن نصهم فقط بيستخدموا أدوات تجميل، هتكون الحسبة إن تقريبا كده للإنسانة 40 دولار، يعني تقريبا 2000 جنيه في السنة. هو بس الإجمالي الرقم يخض، لكنه منطقي نظرا لعدد الموضوع شوية طريف ولطيف، لكنه بأمانة محتاج إعادة نظر. زي مرة برضه في أحد برامجي حد بعت لي قال لي: ده المشط اللي إحنا بنسرح بيه شعرنا ده بيستوردوه من الصين. حد بيقول لي تاني: حتى اللبان يا جماعة، ما إحنا لازم نعيد تفكيرنا الاقتصادي في ده، ليه ما يبقاش حاجة منتج مصري؟ يعني هي حتى اتقال في حد من الأصدقاء قال شبراويشي، طب ليه ما نرجعش للكلام ده؟ إيه اللي يمنع رجال أعمال المصريين يعملوا الكلام ده؟ إيه المشكلة يعني؟ لكن نستورد بنص مليار دولار حاجات نحطها على وشنا وميك اب وحاجات، يعني رقم مخيف.